السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن مقارنة ما بين أشهر أنواع الـ SSD اللي موجودة في السوق. النوع الأولاني معانا نوع هيك فيجن، ده SSD بحجم 120 جيجا، ده بيتباع جديد. والـ SSD التاني اللي هو السامسونج زي ما احنا شايفين قدامنا بالشكل ده كده، ده بحجم 128 جيجا، ده ممكن تلاقيه منه جديد، وبس الأغلبية هتلاقيه استيراد أو استعمال خارج، بيجي استيراد من بره. تمام، تاريخ التصنيع بتاعه 2014، ده ممكن تلاقيه. وبرضه في نوع تاني برضه هتلاقيه سان ديسك، تقريبا برضه نفس الإيه، نفس الأداء ونفس السرعة. هنبدأ بقى نجرب الفرق ما بينهم من حيث السرعة، ونعرف الأفضلية بالنسبة للسرعة بتاعت الاتنين دول، ده 120 وده 128 جيجا. هنبدأ أول حاجة ننزل على الهيك فيجن ده ويندوز 11، بس طبعا عشان أقيس السرعة وتطلع السرعة مظبوطة لازم يركب الـ SSD ده أو التاني على كيسة بتدعم الساتا 3. فهنبدأ نركب الـ SSD، الاتنين هنبدأ نركبهم على كيسة HP 600 G1. اول اس اس دي معايا هنبدا ننزل عليه ويندوز 11 ونبدا نقيس السرعه الخاصه بيه، وبعد كده نبدا ننزل على الاس اس دي السامسونج ده ويندوز 7، ويندوزين مختلفين عشان نعرف نفرق ما بين الاثنين، ونبدا برضو نقيس ايه السرعه الخاصه بيه الاس اس دي اللي هو السامسونج، عن طريق ان انا هنزل برنامج الكريستال ديسك مارك وابدا ان انا ايه اقيس السرعه على ايه على الاس اس دي الخاص بالسامسونج والهيك فيجن. زي ما احنا شايفين قدامنا ده الـ SSD الهيك فيجن بحجم 120 جيجا، هنبدأ نختاره هو كله معمول بارتيشن واحد زي ما احنا شايفين كده، ونبدأ نختار اول من هنا عشان يجيب لي كل البيانات الخاصة بالـ SSD. هنضغط على اول من هنا زي ما احنا شايفين قدامنا كده، وهنتظر لحد ما النتيجة الخاصة بالمربعات دي اللي هي الخاصة بالقراءة والكتابة، وبعد كده هنشوف برضو ايه السرعه الخاصه بيه. بس اهم خانه عندي هي الخانه الاولانيه الخاصه بسرعه القراءه والكتابه للاس اس دي، هنشوفها مع بعض. زي ما احنا شايفين قدامنا كده دي سرعه القراءه 519 ميجا بايت في الثانيه، ودي سرعه الكتابه 450 ميجا بايت في الثانيه، ده بالنسبه للاس اس دي من نوع هيك فيجن. هنبدا بقى نركب مع بعض الاس اس دي اللي هو سامسونج، وننزل عليه ويندوز 7 ونبدأ نقيس السرعة الخاصة بيه الـ SSD اللي هو سامسونج. هنبدأ نقيس السرعة زي ما احنا شايفين قدامنا كده، هنبدأ نختار الـ SSD برضو نازل عليه نسخة الويندوز، هو معمول كله لنسخة الويندوز. هنبدأ نضغط على اول زي ما احنا شايفين كده قدامنا، وانتظر لحد ما يخلص معايا ويظهر معايا النتيجة النهائية، وبعد كده نشوف بقى ايه الفرق ما بين الاتنين. زي ما احنا شايفين قدامنا دي سرعه القراءه الخاصه بالسامسونج 557 ميجا بايت في الثانيه، وسرعه الكتابه 440 ميجا بايت في الثانيه، ودي باقي النتائج زي ما احنا شايفين قدامنا. ودي صوره من النتائج الخاصه بالاس اس دي الهيك فيجن زي ما احنا شايفين قدامنا بالشكل ده كده. لاحظ ان الفروقات ما بينهم مش كبيره، والافضليه طبعا بالنسبه لسرعه القراءه كانت للسامسونج زي ما احنا شايفين كده، والافضليه بالنسبه لسرعه الكتابه كانت للهيك فيجن في حاجات بسيطه. في اول نتيجه معانا هنا 440، هنا 450، وباقي النتائج متفاوته، يعني الفروق ما بينهم مش كبيرة. يعني السامسونج يعتبر ترتيب رقم واحد، ممكن السانديسك رقم اتنين، الهيك فيجن رقم تلاتة، دي أشهر الماركات ومقارنة ما بينهم من خلال السرعة. أنت طبعا أول ما بتجيب الـ SSD بتنزل برنامج الكريستال ديسك مارك وبتبدأ تقيس السرعة الخاصة بالـ SSD، لو السرعة متقاربة مع النتائج ديت تبقى خلاص تمام، أنت كده الـ SSD عندك ما فيهوش أي مشكلة. بس أهم حاجة يكون الجهاز بيدعم الساتا 3، لأن لو أنت ركبت أي SSD من دول على أي جهاز لا يدعم الساتا 3 أو ركبته على جهاز الساتا 2، هتلاقي النتائج دي هتبقى النص تقريبا، هتلاقي هنا 200 250 ميجا بايت في الثانية لسرعة القراءة والكتابة. فأهم حاجة إن الـ SSD يركب على جهاز بيدعم الساتا 3، فأنت قبل ما تشتري الجهاز لو هتجيب SSD وهتركبه وتستفاد من السرعة كاملة، تسأل التاجر اللي هيبيع لك، قول له هل الجهاز ده بيدعم الساتا 3 ولا لأ. في نهاية الفيديو أتمنى يكون الشرح عجبكم، لو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك والاشتراك في القناة، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.